ارحب بضيفنا واستاذنا وناقدنا الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، استاذنا طبعا الاستاذ عصام شلتوت. ازي حضرتك يا استاذنا؟ مشرفنا ومنورنا، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. يعني سلام كورونا طبعا. سلام النهارده كله، سلام كورونا اليومين طبعًا دول طبعا، لانه حتى يعني يا رب كده اعياد يعني القيامه المجيده تكون على كل نصفنا الاخر اقباط مصر والعالم بخير، لكن نتمنى ان نشم النسيم بكره. انا اسف يعني قبل ما نبدا لا يبقى طبعًا. اونلاين، ما يبقاش يعني يعني الناس تبقى تيك توك زي ما انت قلت وعلى كل التواصل، لكن بلاش فكرة التواجد. فعلا الموضوع مؤلم، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يفض هذا الوباء على خير يا رب العالمين. اللي عايز ياكل فسيخ، اللي عايز ياكل رنجة، لو اللي بياكل الحاجات دي كلها اونلاين يا استاذ عصام. يقول لا يا عمي يبعت لاصحابه مشهد الاكل كده، يعني يحاول يامن نفسه بس، مش فكره، لانه الحقيقه البركه حلوه والاعتماد على الله ما افضله، لكن هناك يعني ربنا سبحانه وتعالى، وانا مش بندعي ان احنا متفقين، لكن اعقلها وتوكل، لكن لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ويعني كل ده كلام مهم، الاخذ بالاسباب شيء عبقري يا كابتن. والواحد سعيد ان الوسط الرياضي في كل العالم وفي القلب منه صناعه محترفه اسمها كره القدم، تم الاخذ بالاسباب. ويمكن حضرتك بدات لما قلت النادي الاهلي، انا مش عارف برضه مين اللي بيقول انه النادي الاهلي عايز الدوري او عايز هو ازاي. هذا نموذج على هذه اقتصاديات، الذي يوقفها من اين سياتي بحقوق الناس؟ محدش برضه بيرد علينا، وبعدين يقول لك ولا حد هيرد. طب خلاص، يبقى مصر فعلا بقت زي العالم. زمان كنا بنفرح اما نبقى شبه العالم، احنا دلوقتي فعلا نسخه دوليه، صحيح محتاجه بعض التنقيات في مناحي كثير، لكن الصوت مش صوت النادي الاهلي اللي بيقول، لكن النادي الاهلي اعتاد أن يكون دائما سباق. عيش بقى من تحديث في زمن ما حد بيتمرنه ثلاث أيام ويجي مستر كوتي وقلب أنت كل ما حدث، الأحداث اللي بتبدأ باحترافية شديدة جدا. أيوة. ومن ثم النهارده صوته ده هو صوت الفيفا بيخرج، طبعا حضرتك عارف، بس جمهور مصر والنادي الأهلي لازم يعرف أنه الفيفا بيخرج شبه بيحظر فكره ان حد يعمل اكس على الدوريات. مزبوط. او المسابقات. الاتحاد الاوروبي يا استاذ عصام قال للانديه في خطابات رسميه، قال للانديه الاوروبيه اللي هيلغي الدوري مش هيلعب دوري ابطال اوروبا السنه اللي جايه. والمواسم ممتده للمعارين وللمتعاقدين. ليه؟ لان انت عندك ملاءه انك تلعب، يكشي تلعب لشهر 8 السنه الجايه نفس الموسم ده. ايه المشكله؟ لان في رعاه وفي ناس مولت وناس وناس وناس، كل ده مبني على بعض. ثانيا برضو انا يلا العجب، اللجنه يعني المؤقته يعني عامله زي الجمارك التريبتك زمان، تحس العربيه دي خارجه تاني من البلد. انا مش فاهم برضو هم ما بيقولوش سيناريوهات ليه. لا بس امبارح انا، ما انا لسه كنت بتكلم في فضل، بص فضل ما شاء الله، فضل نبيه، فضل متابع. انا بكلمك على اللجنه على بعض، ما هو الفضل بيمثل اللجنه. يعني بيني وبين حضرتك احنا بقالنا اسبوعين ثلاثه ولا اربع اسابيع، حتى لما اجي اتكلم انا مع حضرتك تليفونيا بعيدا عن لما بنتشاور في امور النشاط الرياضي وفي الكوره، حضرتك دايما تقول لي انتوا بقالكم فتره بتتكلموا عن الموضوع ده اللجنة الخماسية لازم تعمل كده. الله ينور على حضرتك، لازم هي اللي تقول بقى نحن ننتظر قرارات من الأمم المتحدة الكروية، من الفيفا، ثم لأن مصر فعلا بقت زي العالم. الآن الحكومة هي المصدر زي كل أوروبا وأسيا وكل قارات العالم. الصحة سترفع ربما لرئاسة الوزراء، دولة رئيس الوزراء، ثم ترى الدولة ما تراه بشأن ملاعب بقى معقمة زي العالم أقر بيها. شايفين البايرن دلوقتي يتمرن، شايفين يعني حراك بقدر السيطرة على هذا الفيروس اللعين. وبالتالي احنا بنعزل نفسنا ليه؟ أو توجه اتهامات زي ما حضرتك قلت من أصحاب فكرة، وهي فكرة ضئيلة على فكرة، ممكن تحس بيهم الأندية اللي مش قادرة تمشي، مش قادرة ما عندهاش ملاءه ملايين. أنا قلت على فكرة مفيش مشكلة إن حضرتك تبقى عندك، لكن فكرته ضئيلة. هو أول الترين لو أعلن يعني نهاية الدوري، وهذا لن يحدث في مصر المحروسة، لأنه ننتظر قرار الأمم المتحدة الكروية اللي هو الفيفا. طبعا الفيفا أعتقد إن هي ولأول مرة فيروس كورونا بيوحد العالم رياضيا واقتصاديا وحكوميا وكل شيء، وهيعمل يا للعجب. شوف على قد ما وباء لعين، يا رب يا رب يرفع البلاء عن البلاد والعباد وكل العالم يا رب، لكن سيعيد صياغة امور كثيره طبعا. حتى مش هقول بقى في مصر الاحتراف فيها يعني، وهو حد يقول اغتراب، بالعكس، واللاعب يستحق اعلى الاجور، هو فرس الرهان اللي كله بيلم عليه. نعم. بصراحه، لكن الارقام بقت صعبه قوي، وانا مبسوط انها
الصيحه بقت في اوروبا. يعني الصيحه خرج راجل محترم من اصول عربيه في باريس، هو مسؤول غرف العنايه المركزه في مستشفى باريس الجامعي، يعني يعني الراجل ما شاء الله جدا. انا بس الاسم بروف من اصل يعني لبناني لكنه طبعا بقاله 29 سنه في فرنسا يعني. وقال انه يا للعجب ان هناك مناحي كثيره في الحياه واقتصادات كره العامره بالمكاسب، لكن لم يعد مقبولا ان الطواقم الطبيه من ممرض وكذا صح. يقبض 1500 يورو بينما لاعبين ووكلاء وكذا. الرجل فنطها تفنيطه عبقريه، يتقاضوا هذه الارقام، عليهم ان يتراجعوا، فالمكاسب متعاظمه لبناء مستشفيات وكذا. يعني شوف اسعاد نجم الكره وانديه الكره ونعط الكره ممكن توصل ازاي، انها تفيد كمان المجتمعات ان شاء الله فيما بعد هذا الوباء. وده اللي عاملاه نجوم كتير في مصر وفي العالم، في العالم كله، من تبرعات، من تحديات، من 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 كلام محترم وكلام جديد قوي يا كابتن، نتمنى ان يدوم عايز برضه